مباشرة للمهرجان السنوي لسباق الهجنة العربية الأصيلة على أرضية ميدان الشحانية تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني ولي العهد الأمين. وعلى الهواء مباشرة أيها الأخوة، ومسافة 5 كيلومترات ترحب بشوط القمة للقاية، شوط القمة للقاية لأصحاب السمو وأصحاب السعادة الشيوخ والذين يرغبون بالمشاركة في هذا الشوط من أبناء القبائل. هذه الانطلاقة وبندقية ذهبية، بندقية ذهبية للفائزة بالمركز الأول، إضافة إلى 30,000 ريال التي سيحظى بها المضمر جائزة نقدية قيمة. هناك أيضا جوائز نقدية قيمة أخرى للمراكز المتبقية من المراكز الـ10 الأولى. وها هي الانطلاقة، وها هو التنافس، ها هو التنافس، ها هو التنافس مشاهدينا الأعزاء، ها هو التنافس، ها هو التنافس، وها هو شوط خيرة اللقاية، شوط خيرة اللقاية على أرضية الميدان بانطلاقة ممتازة، باندفاعة قوية، بكل حماس، بكل إثارة تعلن هذه الانطلاقة. وأول كيلومتر من بداية الانطلاقة وحركنا يا فرج الله يخليك، أخرنا عن الشوط شوي، وهذه مقدمة الشوط لنرى شعار سمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني المضمر السيد عايض بن صلاح الرشيدي اللي هي ملهوفة، ملهوفة، ويضمرها عايض بن صلاح الرشيدي مسيطرة على المجريات في هذه الانطلاقة. ونرى أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء في المركز الثاني، في المركز الثاني الضبي لسمو الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني، ويضمرها السيد، ما حطولنا اسم المضمر ونتمنى ان تاتينا التعليمات، المضمر السيد علي بن فراج المري، وصلت التعليمات باسم المضمر، نقله على المركز الثالث لنرى الشحانيه لسمو الشيخ صحيح بن عبد الله بن خليفه الثاني في المركز الثالث. المضمر معروف ولا نبي حد يعرفنا على المضمر اللي هو ناصر بن مسهر الشهواني، نار على علم هذا الرجل. المركز الرابع مزنا مشاهدينا الاعزاء، تحتل المركز الرابع للسيد طالب او سالم بن عبد الله بن لدهم المري، ونقله على المركز الخامس عند لوحة 3 كيلومترات الأخيرة، وهذه بلشة في المركز الخامس للسيد عبد العزيز بن علي العطية، وتليها في المركز السادس الشايبة للشيخ عبد الله بن علي الثاني المضمر السيد علي بن حمد بن مقارح المري، وهناك تدخل على الشايبة من الدرعية اللي كانت في المركز السابع، خذت المركز السادس للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري اللي هي الدايمة، اللي هي الدرعية، اللي هي الدايمة، اللي هي الدايمة، والمضمر السيد حمد بن محمد بن جهويل المري. نعود لأكمل إذاعتي في المركز الثامن، المركز الثامن الشاهينية في المركز الثامن للسيد راشد بن علي العلي، وفي المركز التاسع الله يا سلام الشاهينية أيضا تصل في المركز التاسع للسيد صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، ولكن ينخطف منها اللي كانت في المركز العاشر، تقدمت وخذت المركز التاسع واللي هي شيمة، تعود ملكيتها للشيخ حمد، لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني انضمر السيد سعيد بن راشد الزعبي. وهذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا، وخلونا نتجه إلى مقدمة الشوط والبندقية الذهبية مشاهدينا الأعزاء في أقوى أشواط البكار اللقاية في هذا اليوم وهذا المهرجان. وهذا اليوم يوم افتتاح هذا المهرجان، يوم افتتاح كيلومترين على خط النهاية، كيلومترين على خط النهاية، وشعار الشيخ عبد العزيز
بن حمد الثاني مسيطر على مقدمة الشوط، والمضمر السيد علي بن فراج المري. هذه مشاهدين الكرام، هذه هي الظبي، هذه الظبي مسيطرة على مجريات الأمور. ولكن هناك 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 هناك, هناك. ارصد يا مصورنا، يا مصورنا مخرجنا، هذه اللقطة وهذا التسلل من الشحارية اللي تسللت وخذت على حساب الظبي المركز الأول. الشحارية مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة الثاني، وهذا شعار الإنجازات على ظهر الشحانية. المضمر السيد ناصر بن مسفر الشهواني أيضا مضمر البطولات، وفي ذلك في المناسبات الكبار الكبار. الله 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 الله. الضبي الضبي في المركز الثاني للشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد آل ثاني. المضمر السيد علي بن فراج المري. لقطة على المركز الثالث على الكادر التحتاني لنرى مزنة للسيد سالم بن عبد الله بالادهم المري. ولكن هناك الخطوره قادمه، الخطوره قادمه من المجهوله، المجهوله يا سلام اللي تفجر المفاجاه. مشاهدينا الاعزاء تفجر هذه المفاجاه وهي المسماه راعيه الشوط، يا سلام. وها هو تقدمها المتوقع مشاهدينا الاعزاء لما لها من الانجازات، واسمها المجهوله، اسمها المجهولة لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمضمر الشاب اللي ارتقى بالتضمير عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن خالد العطية. الله يا المجهولة، المجهولة تنتزع الذهب. وشعار سمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني يتوج بالبندقية الذهبية في أقوى أشواط اللقاية في هذا المهرجان وفي هذا اليوم وهذا المساء الكبير. الله 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 الله. المجهولة قادمة بكل ما هو معروف، المجهولة تقدم الشيء الواضح، تقدم الأمور الواضحة والمعروفة والمكشوفة لتهديها وتزفها للقعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وأيضا للمضمر السيد محمد بن عبد العزيز بن خالد العطية. إذا مزيدا يا سمو الشيخ القعقاع من الإنجازات، مزيدا يا هذا الشعار نتمناه لها وللهجن التي تحتضن هذا الشعار وترقص بهذا الشعار، محققة الذهب، محققة البطولات، محققة الإنجازات، مزيدا من الإنجازات يا سمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. مزيدا مزيدا يا المجهولة، مزيدا يا محمد يا بن عبد العزيز يا بن خالد يا العطية. الله الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، وحققتها المجهولة، حققتها المجهولة. المركز الثاني، المركز الثاني مسكته للشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد آل ثاني. وفي المركز الثالث الشحانية لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة الثاني. الدائمة للسيد صالح بن حمد بن قمر المري في المركز الخامس، في المركز الرابع، في المركز الخامس بزنة للسيد سالم بن عبد الله بن الادهم المري. والساد تشيمة حق سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. والمركز السابع للسيد راشد بن علي المعاضيد اللي هي الشاهينية. وفي المركز الثامن شعار سمو الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني. والمركز التاسع الشايبة للشيخ عبد الله بن علي الثاني. المركز العاشر نظن أن شعار حمد بن حسين بن جرحب المري ومروره للفوز بالمركز العاشر. إذا سمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وتهنئة أولى من سالم الزبداني ومن كل المضمرين وكل عشاق هذا التراث وهذه الرياضة، يزفون التهاني والتبريكات لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مالكي المجهولة
الفائزة بالمركز الأول والبندقية الذهبية في هذا الشوط.